بدوره قال الشيخ سطاب أبو ريشة أن الوضع متوتر حاليا في محافظة الأنبار بعد محاصرة منزله من قبل قوة أمنية واعتقال عمه. واتهم أبو ريشة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في تصريح لون نيوز بتسييس القضاء واستخدام القوات الأمنية لضرب خصومه السياسيين. نداء إلى رئيس الجمهورية والحكومة المركزية وللأخوة في القيادات في القوات الأمنية من الحشد الشعبي وكافة صنوف القيادات الأمنية وإلى عشائرنا الكريمة في محافظة الأنبار. قوة أمنية تعتمر بأوامر الحلبوسي اعتقلت عمي الشيخ عبد الجبار أبو ريشة اليوم وتحاصر منزلي منذ الصباح الباكر بسبب انتقادي لفساد الحلبوسي وتكميم الأفواه وتسييسه للقوات الأمنية واستخدامها لصالحه ولقمع كل صوت يفضح مخططاته الخبيثة. لذلك على القائد العام للقوات المسلحة أن لا يسمح بهذه الإجرام في محافظة الأنبار، وإلا سيكون لدينا موقف حازم باتجاه هذه القمعيات الموجودة في محافظة الأنبار.